الأسلوب وهو طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختيار الألفاظ على الشكل الذي يرتضيه الذوق وتأليف الكلام على الوضع الذي يقتضيه العقل. يعني بمعنى الأسلوب هو الطريقة التي يتبعها الشاعر في اختيار الألفاظ، يعني عندما يريد أن يكتب نصا يختار ألفاظه على الشكل الذي يرتضيه الذوق. يعني أحيانا قد يخالف الذوق أو المنطق أو الكلام الذي لا يعني يقبله العقل، فيأتي بكلام لا يقبله العقل. والأسلوب قيمة كبيرة في الأدب، لأن النفس تتأثر بنظم الكلام وصياغته تأثرا بالغا، حتى إن بعض النقاد العرب جعل نصيب الأسلوب في الفضل أكثر من نصيب المعنى. فالجاحظ مثلا يرد على من يفضل المعنى على الأسلوب بقوله: والمعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتأخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الإيماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير. يعني معنى كلام الجاحظ هنا، ولا يقلل هنا من قيمة المعاني، ولكن طبعا هنا يقول المعاني مطروحة في الطريق، أي بمعنى المعنى يتكون في أذهاننا في عقولنا، كلنا يعرفه، يعرفه العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في ماذا؟ في كيفية صياغة هذا المعنى بلفظ معين يكون له تأثير. ولذلك يقول: وإنما الشأن في إقامة الوزن. وزن ماذا مثلا؟ وزن الكلام وربطه خاصة في الشعر، وتأخير اللفظ، وتأخير اللفظ أي بمعنى قضية التأخير والتقديم اللي هي بمعنى الأسلوب الذي يصاغ به هذا النص، وسهولة المخرج أيضا، أن ينتقي كلمات سهلة في المخرج، يستطيع مثلا كل من يقرأها أن يفهمها أن ينطقها، وكثرة الإيماء أيضا، طبعا الإيماء الإشارة، وفي صحة الطبع وجودة السبك. هو طبعا لا يهمل المعاني حتى لا نفهم الأمر خطأ، إنما يريد أن يبين أن الأسلوب هو الطريق إلى المعنى، المعنى يتكون عندي ولكن كيف أعبر عنه. ولذلك يقول: جودة السبك، جودة السبك، وهي طبعا اللي هي نسج الكلمات حتى تدل على المعنى المراد. فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج، يعني النسج بمعنى كأنه ينسج عباءة أو ما شابه ذلك، يعني النسج ينسج بطريقة معينة، يرتب بطريقة معينة، فيعني حتى يخرج في صورة جميلة. وجنس من التصوير أي بمعنى التصوير لا يتأتى إلا بالأسلوب وبالمفردات، لأن المعنى كما قلنا معروف عند الجميع ومتكون عند الجميع، لكن القضية في الأسلوب والتصوير لا يكون إلا بالأسلوب. وهذا الرأي هو نفسه رأي نقاد العرب، فقالوا: الأديب يعلم أن قيمة الفكر بالقالب الذي يفرغ فيه هذا الفكر. يعني بمعنى عندما تخرج مثلا، على سبيل المثال أردت أن تخرج مثلا طعاما، لنفرض أخرجت طعاما قد يعني متعارف ويخرجه الناس جميعا، ولكن عندما تخرجه في إطار معين في شكل معين قد يغري الآكل بالأكل. كذلك الفكر موجود عند الجميع والفكرة متكونة عند الجميع، لكن أن تخرجها في شكل بهي مزين مزركش رائع قريب إلى النفس أفضل من أن تخرجها بشكل قد تمجه النفس أو ليس مرتبا فتمجه النفس وترفضه. والأسلوب يرتبط بشخصية الأديب، حتى قيل إن الأسلوب هو الرجل نفسه، أي بمعنى الأسلوب هو شخصية الرجل، ينبئ عن الرجل، يعني بمعنى له ارتباط وثيق بشخصية الرجل، المقصود الرجل اللي هو الذي يستخدم هذا الأسلوب.
فالفكرة العامة إذا أخذها الفنان وصاغها بطريقته فإنها تصبح ملكا خاصا له، تسير في الناس موسومة بوسمه. يعني الشخص الذي الفكرة هي موجودة عند الجميع، أي فكرة نتناولها في الشعر مثلا، سواء في حتى في أغراض الشعر المختلفة، يعني في الهجاء، في العشق، في أي شيء، أي طريق، أي غرض. لكن هناك بعض الشعراء يتناولون هذا الغرض، يعني الفكرة موجودة لكن عند الجميع، لكن هو يصوغها بطريقة معينة تعجب الناس، بينما إذا صاغها آخر قد لا تعجب الناس ولا تجد الصدى المرجو منها. وكما تحدثنا في حلقة سابقة عن عمر بن أبي ربيعة وقول النقاد فيه، من أنه اهتدى إلى الغزل الذي تبحث عنه الشعراء، أي بمعنى أن الشعراء تكلموا في الغزل، ضلوا الطريق، لكنه اهتدى إليه، وهذا يرجع إلى الأسلوب. فأسلوب هؤلاء الشعراء أنهم لم يستطيعوا أن يوظفوا الأسلوب بالطريقة الصحيحة للتعبير عن هذه الفكرة. الفكرة موجودة، هي منذ القدم. يبدأ إذن تسير في الناس موسومة بوسمه، وتعيش في الحياة مقرونة باسمه. فلدينا مثلا بعض الأبيات التي نرددها ونحفظها تكون لفلان مثلا، أبيات مشهورة ومعروفة إلى يومنا هذا. الفكرة واحدة، لكن لماذا انتشرت هذه الأبيات وشاعت بين الناس؟ لأن الأسلوب جاء مميزا مختلفا عن البقية، اهتدى فيه الشاعر إلى الطريق السليم لصياغة هذه الفكرة. فالأسلوب وحده هو الذي يملك الأديب أو يملك الأديب الأفكار وإن كانت لغيره. وقد تعرف الناس أن المعاملة الكريمة تأسر الكريم وتطغي اللئيم، وأخذ المتنبي هذا المعنى وصاغه في بيته المشهور: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. فكرة كرم أو أن تكرم الكريم لا ينسى معروفك وسيذكره، وهذا أمر معروف عند العرب. أما إذا أنت قدمت أي شيء إلى اللئيم يتمرد عليك ويجحد هذا المعروف وينكره، بل على العكس ربما يعادي. هذه الفكرة موجودة عند الجميع، عند العامة، عند الخاصة، عندهم كلهم. لكن المتنبي صاغها هذه الصياغة فجاءت رائعة، وجاءت يعني بمعنى شدت أذهان الناس، وإلى الآن يرددها الناس مثلا للكرم الكريم أو اللئيم، على الرغم من أن الفكرة موجودة عند الجميع. فأصبح بهذه الصيغة وهذا الأسلوب ملكا له ومن أبياته السائرة. هو لا يملك المعنى، إنما يملك اللفظ، ولذلك هو بهذه الأبيات أو بهذا البيت ملك المعنى واللفظ. يقاس الأسلوب بأنه أسلوب جزل قوي، وأسلوب سهل لا ينغلق معناه، وأسلوب سوقي عامي فاتر مهلهل، وأسلوب حوشي غامض مبهم. أسلوب جزل قوي، أي بمعنى الأسلوب فيه ألفاظ يعني ليست صعبة، أيضا تكون معبرة جدا، وجزالة اللفظ أي قوته وتمكنه في التعبير عن المعنى. وأسلوب سهل لا ينغلق معناه، هذا الأسلوب البدائي السهل جدا الذي يفهمه أي شخص. وأسلوب سوقي عامي فاتر، هذا الأسلوب اللي هو طبعا الأسلوب الكلام الذي لا قيمة له أصلا. وأسلوب حوشي غامض مبهم، هو الكلام الذي بحث صاحبه عنه في بطون الكتب وصاغه فأشكل على الناس وأغلق عليهم. إلى جانب ذلك يقسم الأسلوب بحسب الموضوعات أو الفنون التي يعالجها إلى أسلوب علمي، وهو الأسلوب الذي تؤدى به الحقائق العلمية، وأسلوب أدبي، وهو أسلوب النثر الفني.
عندنا الأسلوب العلمي وهو طبعا وصف لحقائق معينة أو برهنة لأمور معينة يستخدم في الحقائق العلمية. أما الأسلوب الأدبي فهو طبعا لغة الأدب تختلف عن لغة العلم. وطبعا أسلوب أدبي وهو أسلوب النثر الفني، طبعا النثر الفني من قصة من مقالة من أي شيء. وأسلوب شعري وهو ما يكون جانب العاطفة فيه بارزا متغلبا. وأسلوب روائي وقصصي، وأسلوب إخباري وحواري وتهكمي وفكاهي، ولكل من هذه الأساليب عناصر تميزه عن غيره وميدانه الذي يعمل فيه. نقف عند هذه النقطة على أمل اللقاء بكم في درس لاحق.